وللحديث أكثر حول الموضوع معنا المواطن من دائرة غريس ولاية معسكر السيد حميد. أهلا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد حميد. أخي فقط للتفسير أكثر حول الوضع في مستشفى غريس بولاية معسكر، أنتم من قمتم بتصوير هذه المقاطع التي تظهر عدم وجود أي عامل بالمستشفى في وقت المداومة ليلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي كاريتا في سبيطار. تفضل. دار على 10 تاع الليل بديت عندي الولد بديتها مريض. في الليزون ما كان حتى واحد. تفضل. مع المومو تاع الحمان وكاع بزوزه جايبينهم للحمو. قعدنا ساعة باش جا طبيبة تما قالت لنا غادي يفوت على 60 واحد. أنا روحت قالوا لي دخلها نورمالمون دخلها اوسبيتاليزي، روحت البيرو دونتري باش ندير لها دونسي ما كانش، جا راني مصور فيديو ما كانش كاع واحد في البيرو. قرات واحد الساعه ونص ولا عاد جاو كانوا رافدين ولا ما على باليش. وكاين ثاني ديجا شفتي السيد خدام تما رافد معاها اخطاه بايره يرقد. نعم. وثاني تسلم لي شي حاجه زارت على الدخان في السبيطار. وهذه المعاناه تاع المواطن الجزائري في دائره غريس، راهي كل يوم كيما هكا في الليل. تروحي على زوج تاع الليل ما تصيبي حتى واحد. دار على 10 تاع الليل ما كان حتى واحد. هل تحدثتم مع المسؤولين على مستوى المستشفى أخي حميد؟ مكاش يعني سمع بك حتى يعني تنقلتم، هل تحدثتم مع المسؤولين في النهار؟ نقلتم انشغالاتكم للمسؤولين في النهار؟ تهضري ولا ما تهضريش؟ يقول لك صاي المهم كاين حاجه ولا دوك نزيروا رواحنا ومنا ولا يقول لك روح اشكي. تهضري معايا يقول لك روح اشكي عاد ما تقوليش. نعم، شكرا جزيلا لك سيد حميد، وإن شاء الله يكون المسؤولين على قطاع الوزارة استمعوا لانشغالاتكم وسنوفي المواطنين إن شاء الله بالخدمة اللازمة. شكرا جزيلا لك حميد.